موسى بن نصير رحمه الله تعالى من أشر القادة الذين حكموا مصر وتأمروا عليها، وبدأ تاريخ العثمانيين يبدأ في العالم العربي من هذا المكان هنا في جامع الأزهر، بدءا من الحضارة الفينيقية ثم الرومانية ثم الوندال ثم البيزنطية. هذه البقعة بمملكة الريف التي كان يحكمها عبد الكريم الخطابي، وهذا من المستشفيات التي بنيت قديما في عهد الدولة المرينية. إفريقيا التي رأيت في الأوقات التالية على الرأي.